حضوري المستمر في هذه الندوة المتكررة يدل على اهتمامي الخاص أولا بالتحكيم، وثانيا على أهمية الدور الذي يقوم به مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في نشر ثقافة التحكيم وفي تقريب المسافات بين المحامين والقضاة والمحكمين والمهتمين بشأن التحكيم. تلاحظ يعني حضور محكمين من كل أرجاء الكرة الأرضية، لغات مختلفة، ثقافات قانونية مختلفة، لكن ما يجمع بين الجميع هنا هو ثقافة التحكيم التي أصبحت في الواقع في هذا العصر ثقافة موحدة قريبة جدا من بعضها. تقريبا المعايير والمبادئ والقواعد هي نفسها تتكرر في كل بلدان العالم. الاجتهادات القضائية تختلف جزئيا ولكن أيضا في مجملها تتفق على الأساسيات، وهذا يعني مظهر من مظاهر عولمة القانون بوجه عام وعولمة قانون التحكيم بوجه خاص. قانون التحكيم اليوم هو قانون منمذج بدرجة كبيرة جدا، لأنه في المجمل كل أغلب قوانين العالم مأخوذ على نفس النموذج اللي هو النموذج الذي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وأيضا أهم ثاني نص أو أهم أول نص من ناحية حتى المرتبة القانونية في المجال هي اتفاقية نيويورك، اللي هي من أنجح الاتفاقيات في تاريخ الكرة الأرضية. يعني أكثر من 160 دولة في العالم وقع على هذه الاتفاقية. هذا يعني أنه حكم التحكيم الذي يصدر في أي بلد له حظوظ ليلقى ترحابا ويكسب الصيغة التنفيذية في حوالي 160 دولة في العالم على الأقل. فهذا يدل على أنه عالم التحكيم اليوم عالم موحد، وهك علاش يعني الأشخاص المعنيين بشأن التحكيم في العالم يشكلون عائلة كبيرة بنسبة كبيرة، يعرفوا بعضهم، يحضروا ويشتركوا في ندوات في كل أرجاء الكرة الأرضية. وشرم تعتبر من عواصم التحكيم في هذا العصر الحديث بفضل الحقيقة الدور الكبير والحيوية الكبيرة اللي يظهرها مركز القاهرة وإدارته، يعني الستاف الإداري والمدير وكل الجهاز ومجلس الإدارة في المحافظة على هذا التقليد الإيجابي اللي يجمع المعنيين بالشأن التحكيمي من العالم العربي ومن خارج العالم العربي. بالنسبة لي أنا شخصياً غالب الندوات حضرتها بصفة محاضر ومتدخل، ولكن المرة هذه حضرت فقط لرئاسة الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر واللي تتعلق بأحدث التطورات اللي حصلت في مجال التحكيم، سواء على مستوى التشريعات الجديدة أو على مستوى أيضا اجتهادات قضائية في مسائل شائكة فيها اجتهادات حديثة. القوانين اللي وقع التركيز عليها في الجلسة الأولى هي قوانين حديثة جدا. هناك قانون إماراتي جديد أعاد صياغة قانون التحكيم بالكامل وجاء بكثير من القواعد والمبادئ الجديدة لتهدف إلى ضمان سرعة الفصل في قضية التحكيم بضمانات عالية جدا للأطراف. القانون الأردني الجديد اللي هو قانون متميز على الأقل في إحدى نقاطه، هو متميز جدا على كل القوانين في المنطقة العربية، وهو أنه الطعن في أحكام التحكيم يرفع إلى محكمة التمييز. يعني هناك درجة واحدة من درجات التقاضي للبت في صحة حكم التحكيم من عدمه، وهذا يعني أنه ضمان سرعة كبيرة جدا لمرحلة ما بعد الحكم التحكيمي، بخلاف أغلب البلدان العربية اللي تعطي الاختصاص لمحاكم الاستئناف، بما يعني أنه بعد ما يصدر الحكم التحكيمي وما يتطلبه من الوقت ومن المال سوف نمر بمرحلة استئناف ثم طعن بالتمييز أو النقض أو بالتعقيب حسب المصطلحات، وعندنا مصطلحات متنوعة في العالم العربي، ثم احتمال إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف، ثم احتمال ترجع للتعقيب أو للنقض من جديد. فالأردن بهذا الخيار المتميز اللي هو نجده تقريبا فقط في العالم كله في سويسرا اللي هي سبقت إلى هذا الخيار، فاليوم هناك فرصة كبيرة للأردن لتعطي مثال جيد جدا على سرعة البت في نزاعات ما بعد الحكم التحكيمي. وهذا ممكن إذا نجحت التجربة الأردنية أنه يخلي بقية البلدان العربية تفكر في الاقتداء بهذا النموذج. من النقاط الأخرى اللي طرحت في الندوة واللي شخصيا أعتقد أنه تستحق كثير من الاهتمام هي مسألة مراكز التحكيم وكثرة مراكز التحكيم وظهور ما يمكن تسميته بمراكز تحكيم عشوائية، وممكن حتى نسميها بالفرنسوية دي سنتر داربيتراج بارازيتير. فهي يعني مؤسسات مجهولة الهوية وتصدر أحكاما في ظروف أحيانا غامضة، وشخصيا دعوت في أكثر من مناسبة إلى تأطير هذا الموضوع وإصدار تشريع
جديد على غرار ما وقع في روسيا في شهر ديسمبر 2015، لأنه في روسيا أيضا شاهدوا هذه الظاهرة المزعجة، وهي كثرة مراكز التحكيم غير الجدية والتي لا تحتكم على قدر أدنى من الجدية ومن مقومات المراكز المحترمة. فأصدروا قانون وضع شروط صعبة وقاسية جدا لتأسيس مراكز تحكيم، من أولها أن مركز تحكيم لا يؤسس إلا بترخيص مسبق من وزير العدل، يعني مش مثل ما يصير اليوم شخص ولا شخصين يقرر أنه يعمل مركز ويكتب ورقة ويحط يافطة على الباب فيصبح عنده مركز تحكيم. الشرط الثاني أنه يلزم يكون ثم 50 عضو في الجمعية التي تدير مركز تحكيم، ومنهم على الأقل 20 شخص عندهم ما لا يقل عن 20 سنة من الأقدمية والخبرة في مجال إما القضاء أو المحاماة أو التدريس في الجامعات في مجال القانون. وهناك أيضا نسبة من الشباب يلزم تكون موجودة في تركيبة عضوية المركز وفي مجلس الإدارة متاعه. فأعتقد شخصيا أن النموذج الروسي هذا يمكن أن يصبح أيضا نموذج على المستوى العالمي، لأن ظاهرة مراكز التحكيم العشوائية ظاهرة منتشرة جدا وتمتد بشكل مفزع في كثير من البلدان، مش فقط في المنطقة العربية. لأنه لو تسمع أنه دولة صغيرة مثل لاتفيا، دولة صغيرة جدا، لاتفيا العاصمة متاعها فيها حوالي 240 أو 260 مركز تحكيم، يعني هذا شيء مذهل ويدل أيضا على أن ظاهرة هذه الدكاكين التحكيمية والحوانيت التحكيمية لا بد من محاصرتها وتأطيرها حتى لا تبقى في الساحة إلا المراكز الجدية اللي تتوفر على قدر معقول من حسن الهيكلة والإدارة والشفافية، وأيضا لها كفاءات محترمة ومعتبرة من الناس المختصين في القانون وفي التحكيم بوجه خاص. وإلا فإن صورة التحكيم يمكن أن تتضرر بشكل كبير إذا يتواصل الوضع الحالي اللي كما قلت يعني مرده غياب ضوابط لإحداث مراكز التحكيم. مثلا في العالم العربي أنا تحدثت في هذا الموضوع مع إخوة في عمان في غير عمان، وأظن أنه آن الأوان للتفكير بجدية في محاصرة هذه الظاهرة السلبية عبر سن تشريعات جديدة.